هناك بالفلكسبل اريا كانت الكونتاكت بريشر يونيفورم، بس كانت الديسبيسمنت تتغير، مو كان اعلى شيء بالاطراف، كان اعلى شيء بالاطراف مثل ما نلاحظ، واقل شيء بالمنتصف. وكان واحده من الاسباب ان المودرن سفلاسيستي اعلى بالمنتصف فيصير اقوى فيصير اقل ديسبيسمنت. هنا ديسبيسمنت يونيفورم، مو لان قلنا ريجيد اريا هاي اللي ينزل قطعه واحده بس، يقابلها البريشر باعه شلون يتسلط نون يونيفورم، صار شنو؟ صار اقل بالاطراف واعلى ضغط يتسلط بالمنتصف، اوكي؟ لان القوه اقوى فهنا يعني قابله هناك، فهنا تلاحظون البريشر اعلى بالمنتصف. اوكي؟ فهذا المقصود. If the loaded area is rigid, the contact vertical displacement will be uniform, but the contact pressure, أو البريشر ايش يصير؟ يتغير، will vary. Generally، هاي الملاحظة الأخرى اللي ماخذيها منها، SI will be only slightly less than the average. إذا بهيج حالة بالريجيد، إذا كان الأريا displacement area هاي المنطقة مال التربة هي ريجيد نفرضها، راح يكون ال SI إلها هو أقل يعني بشوية من الأفرج اللي استخرجناه يا حالة للحالة الفلكسبل. هذا الفلكسبل مطلعنا ال SI، فقيمة هاي القيمة مالتها مقارنة بهاي، هاي تكون بالريجيد displacement area راح يكون أقل من الأفرج مال ديج مال الفلكسبل area. أوكي، هذا الفرق. الملاحظة الأخرى، it is often that the soil deposit is underlain by high stratum. من المعروف هنا من سووا لنا الاشتقاقات علماء كثر من عدم شروة وبرلاند، تلاحظون in most cases in practice the soil deposit will be of limited thickness. من يعني غالبا بالتربة بالواقع، صحيح هو التربة الطبقة الأولى فوق راح يكون of limited thickness، مثلا تربة طينية راح يقع تحت شنو؟ طبقة قوية على الأغلب، يعني طبقة مثلا فوق وطبقة، قد تختلف طبعا مو إلا هيج صراحة، بس يقول in most cases in practice the soil deposit will be of limited thickness that يعني سمك محدد and will be underlain ويكون تحتها hard stratum تربة قوية. كريستيان اعتمدوا على هذا واشتقوا propose the use of results by باعتمادا على نتائج جرود in Burland in such cases بهاي الحالات، إذا كانت تربة فوق محددة زين، تربة يعني تربة طينية مثلا وجواها تربة قوية، فهناك أوجدوا نتائج أو اشتقاقات لقيمة الديسبيسمنت بهاي التربة. The average vertical displacement أوجدوها ايش قد صار under a flexible area، طبعا للفلكسبل اريا اللي حكينا عليها فوق، كارينج ان يونيفورم بريشر كيو، بدنا نقول يعني لهاي الحاله ال اس اي ذا افريج فيرتيكال ديسبيسمنت، اس اي افريج ديسبيسمنت اندر فلكسبل اريا زين، كارينج ان يونيفورم بريشر كيو مسلط هاي الكيو ال اس اي الافريج ايش قد اوجد؟ قالوا انطونا هاي المعادله، قالوا هو يساوي لنا نيو مو ميو مو بويزن ريشيو، هاي نيو كوفيشن جديدة اي نيو نوت نيو في مضروب في نيو 1 في كيو بي اوفر اي، اوكي اللي هو هاي المعادلة. احنا اخذنا هاي المهمات الشغلات المعادلات المهمة هاي بيا حالة، لازم اكو كونديشن كلش مهمة انه عندك تربة طينية مشبعة تحتها تربة قوية، يلا نقدر نستخدم هاي المعادلة. ايش قد البويزن ريشيو مال التربة الطينية هاي ضعيفة والمشبعة بالمي؟ هي 0.5، واحنا عرفنا سابقا انه البويزنس ريشيو النيو يعني تراوح قيمته بين 0 و 0.5، كل ما يزداد قيمته يعني احنا التربة اضعف او المادة اضعف، وكانت التربة الرملية هي تقريبا 0.3 الى 0.35 او الى 0.4 مرات، والتربة الطينية كانت 0.4 مثلا الى 0.5 او 0.35 الى 0.5، اعلى شيء 0.5 يعني حاله اللي هو كل يعني مشبع كلش ضعيف، تربه طينيه مشبعه اندرين كيس. فهذا اشتقوا المعادلات على اساس انه ميو مال هذا لازم 0.5،
وهذا ولازم اكو تربه قويه جوا هاي التربه، والاساس مالتك هاي داخل مقدار ايش قد ديبث اوف فاونديشن دي، والمسافه بين قاعده الاساس والتربه القويه ايش قد اتش كابيتال، وعرض الاساس ايش قد بي. شوف هاي كلها موجوده هنا، كيو البريشر مضروب في البي اللي هو هذا على اي مودوس اوف لاسيس للتربه هاي في حاله انه بويزنز ريشيو 0.5. هاي كلها زين، هاي راح وين شلون استخرج النيو نوت نيو 1 نستخرجه عن طريق هاي الابعاد. اوكي راح نستخرجه استنادا لهاي الابعاد. اذا هاي الاستيك سوليوشن، طبعا شلون استخرجها اعتمادا على الاستيك ثيوري. الاستيك سوليوشن ار يوز mostly to estimate the immediate settlement. مو قلنا هاي الاس اي شنو immediate او elastic settlement نفس الشيء. is the immediate settlement. ليش immediate؟ لان اكو عندك اني او immediate واكو عندك consolidation settlement. بعدين راح ناخذ فصل قادم consolidation انضمام، مال انه الماي شوي شوي مو اخذ اول شيء بعدين يذب الحمل مالته على التربه فيصير displacement بالتربه. ليش بحثنا اخر. هسه احنا كنا بدنا نحكي elastic settlement او immediate settlement of the foundation. زين بيا حالة هنا عندنا إذا saturated clays، لازم saturated clays under end rent condition، لازم end rent condition يعني شنو ميو 0.5، end rent saturation يعني ميو 0.5. إذا والإي مالتنا لازم إي end rent. منين نطلع الإي end rent؟ من triaxial test، من consolidated end rent triaxial test و unconsolidated end rent triaxial test. هاي قيمة الإي يو الإيو الإي يو المودوس اوف لاسيس لين اندرينت كيس. والافضل انه واحد يستخرجه الادق هو من كونسوليتد اندرينت رياكسيال تيست. اوكي زين، هسه ناخذ مثال على هذا. على هذا طبعا قبلها النيو نوت النيو 1 قلنا نعتمد على شنو؟ هذا المرتسم نفسه فوق، هذا نفسه هذا. شوف ده يعتمد على شنو؟ نيو نوت تقدر تطلعها من تقسم الدي ديبث اوف فاونديشن على عرض الاساس. فمن عدا نصعد فوق، نصعد فوق نطخ بيها ونروح بها جهه اليسار ونطلع قيمه النيونات. اما نيوان فنطلع من تقسيم اتش المسافه من قاعده الاساس الى التربه القويه اقسمها على ايش قد؟ على عرض الاساس. وايضا ورا ما اشوف هاي ايش قد اصعد اطخ بشنو؟ واحده من هذني اللي هي ال اوفر بي. ال شنو؟ هسه هذا عرض الاساس، إذن اكو شنو؟ اكو طول الاساس، مو اكو طول مال الاساس. إذن ال اوفر بي اقسمه وشوف ايش قد، وبالتالي وهاي للسيركل وهاي بالنسبه للاسس الريكتانجلر والسكوير. فهنا اصعد هنا واطخ مثلا بالرقم اللي يطلع لي واروح باتجاه اليسار ايضا اطلع نيو 1 وهكذا. اقدر يلا اقدر استخدم هاي المعادلات، هاي المعادله لاستخراج الاميديا ستلمنت او الاستيك ستلمنت. وراح ناخذ المثال هسه.